marche, allez, allez, allez. Allez, vas-y, marche, vas-y, 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 vas-y. Allez, 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 allez. Oui, 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 oui. Eliane, bravo, il a marché. Bravo, bébé. Bravo, il commence à marcher. Hans, tu vois, Eliane, d'accord. Les premiers pas d'Eliane. Oui. Vous inquiétez, je suis avec vous, Eliane. Les premières pas d'Eliane. Premier pas d'Eliane. ها ما صورتهم لكم لا تقولوا والله ايش فيكم انايا لا تقولوا ما كنفكركمش ما بغيتش نشوفهم انا بوحدي برافو إليان برافو دير برافو مي اون بيسكلا دار لي ما دابا سي تشوف كيف برافو 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 وي اوكور فيلي اونكور مارشي ان تي بو اي فا فير برافو فيلي اونكور مارشي مي لا لا مي لا مي لا مي لا اي فا مارشي مي لا allez allez comme ça va faire bravo. Allez, viens, 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 j'y vais pas, viens, j'y vais pas. Non, 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 lève-toi, lève-toi. Non, 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 lève-toi. Non, non, non. Debout. Non. Non, non, non. Il veut pas. Il veut plus. Il veut plus. C'est bon. Marche, marche. Rends, rends, rends. Hé, bébé. Je veux te faire aller jouer. جبت ليه بواطه نجمع عليها كينزل بعدا من نهار جبت ليه بواطه ما بقاش البنات كيترونوا كيخلي شويه في البواطه وكينزل تحت كيخلي شويه في البواطه وكينزل تحت كينزل شويه غير تحت وكيخلي شويه في البواطه كتبقى تما تما اللي جوجتهم كيبقاو تما كيبقى يلعب هز عليه الطوموبيلات كيحمق علاش حبس متاع الطوموبيلات كيموت في الطوموبيلات ياك الى دغ لي بواطه شوف شحال اياد لا مش زكيه. السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم، بخير، اخباركم صحيحه، كلشي مزيان. تقولي حيتاش هاد الغبور؟ والله ما غابره، راه غير الظروف والايام وهادشي والوليدات والخدمه والروينه الدار الخدامه الصداع. والله ما غابره عليكم، حق الله عارفكم مقلقين، هي غابره عليكم يسمحوا لي، ولكن هاني ان شاء الله صافي ما نغبرش عليكم عاوتاني. صافي قضيت الغرض، ديري درت داكشي اللي خصني دار وانا معكم عاوتاني. اكي دايرين؟ لاباس عليكم، بخير؟ كتعاودوا اخباركم صحيحه؟ كلشي مزيان؟ وليداتكم قول لي في التعاليق كلشي، واش وصلكم البرد؟ وصلكم ريحه البرد؟ لا باقي، حنا راه وصلنا البرد بالليل، عندنا راه سميقلي لذا وصل البرد. اختي دابا هذه الايامات غير ديال الرفيسه، ديال البصاره، ديال الجلبانه، ديال الفول، ديال الرفيسه بالخبز ولا بالسميتو. المهم انا غادي نشارك معكم طيبه مطيبه بيكم ولا بلا بيكم، انا مطيبه. المهم قلت بدات نشارك مع البنات الرفيسه ديالي ديال المسمن كيفاش كنقلا التريد. انا البنات عاديه كندير لها دغيا، وهذه راه درتها معكم اكسبري باش البنات اللي كيقول لي حنا راه ما عندناش تيرموميكس، راه انا فيا ما يديرها في التيرموميكس، ولكن قررت انني نوسخ الماعن. لا لا اياد، لا لا اياد، لا 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 لا، قررت نوسخ الماعن باش نديرها معاكم، باش نديرها معاكم في الكامينه. نتوما اللي ما عندكمش الكميله، عرفتوا داك الشيء علاش اياد راه خلاني بالعقل. قلت لكم اللي ما عنده الكميله باش نوريه الكميله، اللي ما عندها الترموميكس دير في الكميله. درت معاكم اكسبري في الكميله باش كلشي يديرها. المهم انا هذه الطريقه ديالي، وكتجي ساهله وماهله وكتجي رائعه وبنينه، وكل واحد الطريقه ديالو، كل واحد والشكل ديالو شنو كيدير. انا كنخرج ناخذ كميله. الناس اللي غيسولني على هاد الكويميله، اختي هاد الكويميله راه جابها راجلي من برا، كوموندي واحد شويه غاليين، غير لقاوهم فواحد البروموسيون فواحد لو سيت او كوموندهم ليا وجابهم ليا معاه. انا كناخد دجاج، ديرو نتوما اللي عجبكم، كل واحد وشتل ديال دير واحد نص دجاج تما، وداكشي داك العناق وداكشي ما كناكلش درتو هنا في الرفيسه غيتكل. الويده ديالي كتاكل العناق، الكانصه، الكبده، القلب، الصدر ديال الدجاج، راني ما كناكلوش، وكنحطو الويده ديالي ولا اياد الا بغاو ياكلوه. فراجلي ما كياكلوش، فهمت؟ انا كنغلف في خضر. قولي حياة ما كتاكلي والو في الدجاج وصافي. المهم انا خديت هذاك درت معاه شويه تاع شويه تاع الزيت، خديت شويه تاع السمن الغاوي اختي، السمن الحقيقي الغاوي هو هذا. البنات اللي كيسولوا البنات على السمن، البنات راه كيخصكم واحد شويه ديال المده السمن باش يوجد، يعني راه كيوجد هو بالزبده بلديه، يعني كيخص شويه تاع الوقت باش يغوى، ماشي غير غادي وغادي يغوى. يعني اللي بغاتو خاصها تكومونديه وتسنى واحد شويه حتى يوجد. هنايا انا عندي هاد السمن ديالي حاضيه هنايا، وكنستعملو ديما كنستعملو، وكنخليه هكا شويه كيضربو البرد، ما دخلاش للثلاجه، كنخليه على برا، غير كنغطي عليه بواحد الزيف هكا، وكنخليه ديما كيضربو البرد وكيبقى مزيان ما بيه والو حتى شي حاجه. شويه تاع السمن كندير الورقه ديال سيدنا موسى، راكم عارفين البرد هذا يعني كديري اي حاجه، اي حاجه فيها العشوب كيسخن. درت شويه ديال الكمونه ديك المطحونه، درت الزعفران، درت البزار،
درت سكنجبير، غنزيد باقي الثومه طريه غادي نطحنها، راه كتحمقني الثومه في هذا الشيء. كل واحد وشنو كيعجبو. كاين اللي كيدير فيها الحلبه، انا ما كنديرش فيها البنات الحلبه، كتخرج فيا ريحه الحلبه، لذا لا استطيع. عزيزه هي الحلبه ولكن ما كناكلهاش، والله ما كتاكلها ما كتخرج فيها. انا يا عدي وعلي الحلب، الحلبه كتخرج فيا وكنحمق عليها ولكن كتخرج فيا الصراحه الريحه ديالها، ما كنقدش عليها ما نكذبش عليكم. والله الثومه درت نيت الثومه مزيان، كيعجبني الدجاج نشرشمو باباه ونشرملو مزيان بالثومه، قال لك نشرشمو وين نشرشمو. المهم الملحه غتشوفوا اختي اختكم راه ما درتش الملحه، راه انايا من دوك الناس اللي كينساو الملحه، حتى كنطيب عاد كندوق نقول ما درتش الملحه وبلاتي ندير الملحه. اللي بغاتك نور ديروا، اللي بغاتك نور لا ديروش، كل واحد حر في حياته، كل واحد يدير اللي يعجبو، كل واحد الطياب ديرو. انا ما كنوريكمش دابا الطريقه ديال الطياب، راه كل واحد كيفاش كيطيب وكيف كل بلاصه والطريقه ديال الطياب ديالها. انا كنشارك معكم هنا العدس ديالي رطبته في الماء ومن بعد مع الساليت باش داك الحجر اللي كيكون فيه داك التراب يذوب باش يتغسل، ومن بعد عاد نقيت له فيه شي حجره مجليه في شي قنت ما شناهاش دايخه ذوب. المهم انا كندير ليه هكا كنرقدو هو الاول عاد كنقيه، فهمتوا؟ كل واحد وكيدير كيعجبو. الفول حتى هو حتى كنرقدو، حتى هو الفول نورمال خصك ترقديه الليل كله، مي انا رقدته واحد ساعه صافي، عي واحد ساعه صافي بارك الله، كتخليه غير كتلوحيه غير مع الدجاج راه كيطيب، هو العدس كيطيبو مزيان. انا غير كنشحر الدجاج وكنلوح البصله وكنلوح الفول وكنلوح كلشي مجموعين وكندير لهم الماء وكنخلي داكشي يطيب مع بعضياتو. عيد الدجاج اللي كنبغي يتشحر كنبغي يدخل مع العطريه، يعني كل واحد كيفاش كيطيب. من بعد فاش كيطيب راه الدجاج كيولي فاش كديري كلشي داكشي بدقه راه كيعطي واحد البنه وكيولي الدجاج حتى هو هاري طيب مزيان 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 مزيان. سيداتي سادتي انساتي المهم الحباب اصحاب الغزالات، انا باقي ما فرشت الطبيات لحد الان لانني باقي عندي المعلم في الدار، ما بغيتش نفرسهم غيتوسخوا لي. المهم البنات انا جايه غير نقول لكم باللي اللي بغات دير شي طابله زوينه في الدار ديالها، شي طبيبلا ماشي داكشي اللي كتشوفوا زعما في الانستغرام وتشوفوا الطباس الغاليين وداكشي. حنا كلنا ما كرهناش، كلنا بغينا الطباس الغاليين وكلنا بغينا لي شومان دو طاب الغاليين وكلنا بغينا بزاف ديال الحوايج، ولكن البنات الا ما عندكوش واش شرون مغني غاليين مزوقين داكشي مقاد مع الطبله وداكشي راه كاين واحد لاسيس. والله يا البنات الا ما عندو الفخار وحق الله العظيم الا لا بريزونطاسيون ديال لا طابل ديالهم اللي كتجي واعره في الطبله، يعني طبيصلات مزوقين والبخي كاين جميع لي بخي ديال الناس. وشوفوا شوفوا التزويقه ديالها، ما تلقاش حتى التزويقه ديال الفخار ما تلقاش في شي تبصيل، شي تبصيل واع شي تبصيل زعما واخا يكون داير زباله ديال الفلوس ما تلقايش التزويقه ديالو دايره بحال هكا. يوم بليس صحيين يوم بليس ايكولوجيك، فهمتوا؟ يعني الناس اللي كيبغوا كيشوفوا دوك الناس كيحطوا الطوابل على الاشكال والانواع والديكور ديالهم على الاشكال والانواع راه كاع ما كرهناش، كنا بغينا نحطوا دوك الطبيصلات واعيين بحال هكاك. ولكن اللي ما عندهاش ديبارمنت تاع الفخر كيطلعوا لك الطبصل، كيطلعوا لك الطبيله واعره والله العظيم زعما كيطلع لك الطبيله زوينه الا جايين عندك الضياف. بالنسبه لهاد الفراش توريتهم لكم كنت خديتهم من عند شيين، شحال هاد الناس اللي معايا في القناه القديمه قدام معايا في القناه راه غيعرفوا بلي كنت واخداهم من عند شيين. والله عمرها دار صراحه كنحطيهم في الماكينه وما كيخسروش لحد الان، باقيين عندي جداد
جداد وهما كناكلو بهم كنستعملهم زعما ماشي شي وحده ما كتستعملوش كنستعملهم بزاف وباقيين هما الكاليتي ديالهم مزيان يعني اللي بغات هاد الفريشات الصفرين بحال هكا وكاليتي مزيانه تاخذهم عند شي راه اسي انوكسيدابل ما كيخسروش. قلت لكم لا بريزونطاسيون ديال الطبيله ديال الفخر وحق الله العظيم البنات الا زوني يعني اللي ما عندهاش الفلوس باش تشري دوك الطباصيل وداك الشيء غالي وكتشوف الناس عندهم ما عرفت كيفاش دير تاخذ غير هادشي ديال الفخر كيتقم رخيص 10 دراهم 20 درهم 30 درهم طبصيل ماكسيموم كاع كاين الطباصيل عاوتاني كيديروا اكثر وكيجوا غير في الحطه ديالهم كتبان مغربيه راه حنا كاين في المغرب راه حنا ما كاين في هونغ كونغ. وهنا حطيت غير حيت حنا غير راه حطيت وريتكم الطبله زعما لا بريزونطاسيون راه كنا غير انا واياد جات جا من المدرسه وحطيت ليه الغديوه ديالو تغدى ومشى وراجلي ما كانش كان خدام غير انا وما وريتكم ولكن انا حطيت 4 طباصيل غير باش نوريكم فهمتوا باش نوريكم الحطه ديال الطبله. انا حطيت الكويسات عاوتاني حتى هما جوج الفخر دوك الكويسات كتجي الحطه ديالهم زوينه وسامبل لي شومان دو طابل اللي غيسولني عليهم هذا كنخديتهم واش لا ميزون دو موند ولا من اكسيون يعني رخاص يعني ماشي ضروري انك تشري حوايج معن غاليين باش انت تسمي عندك طابله راقيه ورا راقيه اشنو حطيتي فيها شوكي كل واحد كيفاش كيشوف الرقي بحال دابا داك النهار قلت لكم فطور ملكي انا كل واحد كيفاش كيبان ليه الفطور الملكي يقدر الفطور الملكي ديالك انت ماشي هو الفطور الملكي ديالي انا يمكن انت الفطور الملكي ديالك كتشوفي فيه الكافيار وكتشوفي فيه شي حاجه اخرى انا الفطور الملكي ديالي تحطي ليا مسمنات وتحطي ليا على الخبز زيت العود ونقول لك فطور ملكي بالنسبه لي راه الفطور لا طاوله راقيه ديالي انا راه ماشي هو الرقي ديالك انت كلاس ديالي انا ماشي هو لا كلاس ديالك انت فهمتوا يعني كل واحد كيفاش كيفاش كيشوف الحياه بالمنظور ديالو فهمتي انت يقدر يجيك هاد التريد لا علاقه وانا يجيني هاد التريد زوين انت يقدر يجيك هاد التريد قليل راه غينا والويده ديالي ولكن انا راه كلينا فيه وشاطلينا وعطينا منه مازال فهمتوا يعني كل واحد كيفاش كيشوف الرقي وكل واحد راه هذا الشيء الديكور وهذا الشيء واللبس والماكله راه لا يناقش لا يناقش زعما راه ما كاين فيهش النقاش داك الشيء راه إليان تبعني كيقول تبعني وكيقول لي زعما راه داك الشيء سخون راه زعما سخون درت الخرقوم البلدي راه نسيت ما قلتهاش لكم راني نسيت ما وريتوش لكم كنحط الطبيله ديالي انا والويده ديالي واخا انا والويده ديالي نزوق الطابله ديالي ماشي ضروري ان يكون عندي الضياف فاش نزوق الطابله غير انا والويده ديالي نزوقو نحطو الطبيصلات نحطو الكويسات نحطو حنا نشربو فيهم عاوا الماس نحطوهم نشربو فيهم غير ما نحطوهم المهم الواحد يعيش السعاده ماشي انا نتسنى حتى يجو عندي الضياف عاد نحط الطابله ونزوقها ونقاده نزوق الطابله يكونوا الضياف ولا ما يكونوا انا طباصلي فاش ناكل فاش ياكلوا الضياف انا ما عنديش طباصل الضياف وطباصلي انا بوحدهم وطباصل الضياف دورهم طباصلي ناكل فيهم انايا رانا ما كان ندير فيهم شي حاجه راه طباصلي نقيين كنغسلهم في الماكينه الماكينه كتغسل الميكروبات قلت لكم وهنا اصلا زليف معناتي تجول الفخار والطبيله ديالنا واجده مالها كي جاتكم دابا الطبيله ما راقيه اختي انا جاتني راقيه انا بالنسبه ليا الرقي هو هذا واش حاجه تكون متيوله وزوونه يعني ماشي ضروري انها تكون دايره زباله فلوس انا بس نسميها راقيه الا ما كانت دايره زباله فلوس انا ما نسميهاش راقيه الا ما كانش الفطور ديالي فيه الكافيار وفيه اتاي وفيه العصير وفيه ما عرفت شنو ما نسميهش انا الرقي وانا كتعجبني حاجه تكون تعجبني وصافي. المهم هنا بعد ما سالينا دزت غسلت المعينات ديالي غير شاركت معكم اكيد اللقطه باش نغسل المعينات ديالو حيت نتوما كيعجبكمش فاش نغسل المعينات ولا فاش ناكلو ومن بعد البنات غادي نشارك معكم واحد سيدي لاله مولاي تشيز كيك والبنه وقسمت لك بالله وتجربي هاد تشيز كيك الا باقي جربتي باقي شي واحد اخر هاد تشيز كيك اللي غنوريكم البنات في هاد الفيديو اليوم بغيتكم تبارطاجيوه واي واحد شفتوه صيفطوه ليه هاد الوصفه راه كيجي واعر البنات واعر 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 قسما بالله الا كيجي واعر ماشي كنكذب بغيتكم تجربوا حيت هي الوصفه ديال التيرموميكس وانا حيدتها من التيرموميكس درتها معكم بيديا الناس اللي ما عندهم عاوتاني التيرموميكس باش يديروها باش ما تقول لك حياه راه طلع لك بنين حيت التيرموميكس الا يطلع لك بنين حتى بيدك خدي الوصفه وديريها عندك في الدار بلا تيرموميكس وشوفوا شحال الوسخ ديال الماء على حسابكم او قولوا لي راه ما كندير المجهود قسما بالله كندير المجهود باش نتوما تفرجوا لالا وما تنسيش اختي دزتي من دزتي وصلتي حتى لهاد اللقطه ضربي معاك شي لايك وقول لي شكرا حياتي وضربي معاك شي لايك ونوضي جربي هاد تشيز كيك انايا انا راجلي ما كيحملش تشيز كيك طيب وانا ما كيعجبنيش تشيز كيك اللي ما طيبش حنا انا وياه ما مقاديش لذا انا كيعجبني تشيز كيك طيب درتو المهم نور عندكم سبيكيلوز ديروه ما عندكمش سبيكيلوز ديرو غير هاد الجولدن هذا راه كيجي فيه بنين حسن سبيكيلوز والله سبيكيلوز حلو بزاف جولدن ما حلوش كيعجبني انا جولدن حيت ما فيهش الحلاوه بزاف خذوا هاد جولدن تقريبا شي 10 انا نقول لكم شحال ديال البسكي وانتم دبروا راسكم ديروا اللي عجبكم ياك الوغ
الوغ يا الحباب غادي نقول لكم لي زانغريديون ديال هاد تشيز كيك واللي ما جرباتو ما شغليش فيك خاصك تجربيه ضروري. انا هنا البنات راه غير الثيرموميكس راه طحنت فيه غير البسكوي مع الزبده. الزبده البنات غادي تحتاجوا يا لاله يا لاله يا لاله تقريبا 150 غرام ديال الزبده غادي تطحنوها مع البسكوي عادي راكم عارفين كيفاش كطحنوا. قلت لكم خذوا غير هذا جولدن بلا ما ديروا هذاك هذاك الاخر كيكون غالي شويه داك سميتو يا الليمه نسيت سميتو كيكون غالي كيكون غالي شويه ديروا غير بسكوي بور كي اي بسكوي عندكم ديال الزبده ديروا جولدن ديروا هيرنيس كيجي زوين. انا خازيتو هكا ديروا نتوما شيمول وديروا ليه الزبده ولا ديروا ليه الطحين ولا شي حاجه بحال هكا سبيكلو سي شير اي سي ترو سيكري سي ميو سا سيتي ميو سا سي سي وزيدوا معها القرفه تجي زوينه فيها القرفه والله زيدوا معها القرفه راه غير نسيت ما زدتها وايطاليو هكا مزيان باش تنعس لاباط طحنوه مزيان ولاباس كتنعس. انا دايره في هذا ديال السيليكون يعني ما احتاجش ندير ليه لا زبده لا والو ايطاليو مزيان 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 البنات. من بعد ما ايطاليو غتدخلوه ديروه في شي تبصيل تدخلوه الثلاجه الكونجيلاتور شويه غادي يشد في راسو تقريبا شي 15 دقيقه على بال ما توجدوا هذا الخليط. انا هنايا خديت الكوس دو فاني درت نص ديال الكوس دو فاني حيت كيحمق لي انا راه عندي انواع ديال الفاني انواع كنستعمل الفاني بزاف وكنحمق عليه. هنا خديت الكوس دو فاني حيت راكم عارفين كنقتصد عليها حيت الكوس دو فاني هنا عندنا في المغرب اختي راه غاليه راه كيجيبها لي راجلي من برا شويه كتكون رخيصه كيجيب لي منها باش كنحضي منها. هنا زدت شويه نوريكم الانواع ديال الفاني زدت داك الفاني اون بودغ وزدت الفاني هكا ديال ليكيد باش يزي زوين. الا لا المهم ديروا نتوما الفاني ديروا نتوما غير الساشيه ديال الفاني وبارك عليكم تقدروا ديروها. غديروا البنات الفروماج فروماج بحال جبلي ولا داكشي. انا هنايا استعملت جوده واستعملت داك الاخر شنو سميتو جيرفي البنات يعني نتوما استعملوا داك اللي غيجيكم فهمتوا استعملتوا استعملوا فرماج. انا كنصحكم استعملوا جيرفي ما بغيتوش جيرفي تستعملوا واحد اخر. كم البنات انا استعملت الفرماج تاختيني غادي ديروا فيه 750 غرام 750 غرام البنات غادي تزيدوا عليه 120 غرام ديال 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 لا كريم فريش. اي كريم فريش عندكم خذوا الحلوه ولا خذوا العاديه. انا خديت غير العاديه هكا وبقيت كنطرب راسي عيب شويه قلت لكم انا شكون درتو في الثيرموميكس كون عرفت ما درت وتهنيت نيت ما بقيت ليدا. الحباب ديولي نتوما عرفاش غديروا نتوما ديروه في الطراب خذوا اي طراب عندكم وطربوا به حسن لكم على يدكم غتعيا لكم. هنا غادي ناخذ ثلاثه ديال البيضات ثلاثه ديال البيضات عاديين غنلحهم بالصفر ديالهم هكا ما طايبينش غادي نرميهم ثلاثه البيضات بالصفر ديالهم وبيضه وحده وصفر ديال البيضه يعني الطوطه ربعة البيضات ثلاثة كاملين وحدة غير الصفر ديالها اللي غادي ديرو فهمتوا الصفر ديال وحدة وثلاثة اونتي فهمتوا البنات. غادي تزيدوا شحال ديال السكر غادي تزيدوا 220 غرام ديال السكر 220 غرام ديال السكر. انا ما درتهاش كلها انا درت 200 غرام ديال السكر وجاني حلو بزاف البنات يعني نقصوا نتوما السكر راه حيدت 20 غرام وجاني باقي حلو فهمتوا. عطيت الراجل اللي طرب لي حيت الصراحه راه تقاصح داكشي تبقى تربي كون درت الطراب حسن ليا كون درت الثيرموميكس حسن ليا فهمتوا يعني ديروا البنات ديروا الطراب ونقصوا السكر باش ما يجيكمش حلو بزاف. من بعد ما تخلطوا على هكا كما كتشوفوا غادي ديروه فوق ديك غادي تصبدوا ديك تخبطوا هذاك داك الحلوه اللي دخلنا للثلاجه تكونجلا غادي تحطوه فوق منها غادي تدخلوها البنات على درجه ديال الحراره 170 درجه ديال الحراره حتى ل 180 الفوق والتحت مده 40 دقيقه حتى ل 45 دقيقه على حسب. شوفي الا دخلتي فيه باغ اكزومبل الا حطيتيه 40 دقيقه ولا حطيتيه الفوق والتحت شعلوا ليه 170 درجه الفوق والتحت الا شتيه باغ اكزومبل باقي ما قاصحش هو راه ما كيقصحش واخا تشوفيه دخليه غير 40 دقيقه الفوق والتحت واخا تشوفيه باقي كيتحرك غتخرجيه غتحطيه برد انفو غتحطيه برد غيقصح بوحدو راه غيطيب بوحدو كيقصح كيتجمع ياك يعني ما تخافيش. ايطالي هكا وقاد ديرها في خاص وسط عرفوا يا البنات كيفاش كيجيو وكيجي خطير خطير خطير. شتو الفوق والتحت هكا 45 دقيقه 40 دقيقه نقول لكم انا غير 40 دقيقه وخلوه هكا كتحركي كتلقاه كيتحرك وغيجيكم واعر والبنه. وراجلي ما كياكلش تيرمو ما كياكلش تشيز كيك طيب وعجبو الوغ كومون تي تروف لو تشيز كيك كو جي في فابول فرانشمون جو تيم بيان افون تي ديك تيم با المهم انا جيت هو كيعجبو داك اللي ما طيبش ولكن هذا عجبو الصراحه. خذوا هذه الوصفه والله العظيم درتها اكسبري معاكم باش دراك. انا جيت نوريكم عاودنا شرينا لافابو اخر اختي سيليا راه رجني لافابو كيما قلت لكم شرينا واحد اخر خاص غير راجلي يكون عنده الوقت باش يركب لي عليه الروبيني ومن بعد غادي نخليكم البنات مع الشكل ديال التشيز كيك تشوفوا في الاخر كيفاش جاي واعر 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 بلا واعر
ما عندي واعر 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 شنو هي واعر وساهل واعر بنين. انا ديجا كندير تشيز كيك ولكن هذه هي الوصفه اللي نقدر نقول لكم ان دقت بامال ديال التشيز كيك جربت بامال ديال التشيز كيك ولكن نقدر نقول لكم بان هذه الوصفه اللي جحات ليا 100% يعني طلع لكم تنجح لكم 100% ما فيهش تخرشيش ما كاينش تخرشيش اوكي تبعوا غير داكشي اللي قلت لكم واكيد 100% غادي يطلع لكم الوصفه قسما بالله غير جربوها البنات وردوا عليهم بلوس ما فيهاش لي زانغغيديون بزاف يعني فيها لي زانغغيديون قلال ما كاين لا دقيق لا والو كاين غير ربعه البيضات الفرماج لا كريم فريش يعني غادي يطلع لكم 100% زوينه. انا غنخليكم مع المقتطفات وتشوفوا ليا التقطيعه ديالو تشوفوا ليا كيفاش كيجي كيذوب في الفم وحتى داك البسكوي ما كيجيش حلو بزاف كيجي هو داك تو جوست نتوما الا بغيتوا تقدروا ديروا في داك البسكوي شويه ديال السكر باش يجيكم حلو باغ اكزومبل لي زيل الحوا ولكن انا ما كان بريفيريش حيت هو ديجا غيجيكم حلو بديك 200 غرام ديال السكر غيجيكم حلو لذا بلا ما ديروا كاع السكر كنصحكم بلا ما ديروش حيت كيجي فيه داك المذاق وسيختو ديروا الزبده تكون مالحه شويه كيجي داك المالح مع الحلو توب دو توب.